عسلامة يا جماعة، مرحبا بكم. اليوم لابيزود جديدة في النيرو داتا بودكاست. عنا انفيتي اليوم جديد باش تعملوا عليه برشا برشا جو. وان فيت نون سولمون عامل كارير تبارك الله عليه، نجمو نتعلموا منها برشا حاجات، وزيد عنده حكايات فريمون باش تعملوا عليهم برشا جو وباش تضحكوا معاه برشا. Firas Baba avec une autre surprise. Anna le CEO de la startup qui est Neurodata. Donc Yassine Maana, je suis Maana, je suis présent dans le podcast. Yassine, article Kelma, عرفنا انت بروحك شويه وفوالا. On va dire qu'on va présenter l'invité نتاعنا Firas. Merci Aziz. Assalamu alaikum bikoum الناس الكل. هذه الابيزود الثانيه Neurodata podcast. انا ياسين حمداوي CEO et fondateur Neurodata. Neurodata هي ستارتاب تونسية. الأبجيكتيف متاعنا سي دابليكي الانتليجنس ارتيفيسيال اي ماشين ليرنينغ في أكثر من اندستري. والأبجيكتيف متاع البودكاست هذايا ديجا حكينا كل مرة باش نجيبو اكسبير في الدومين هذايا، كيك سوا انتربرونور وإلا انجينيور وإلا إنسان معنتها خدم في الدومين هذا، ويحكي لنا على الباثواي متاعو ويعطي معنتها دي كونسي ينجموا يفيدوا العباد اللي تحب تدخل الدومين هذايا وتتعرف عليه. دونك نرحبوا مع بعضنا بفراس بابا. فراس بابا هو انجينيور توا في بوست دوت اي اي، واللي هو التونسي الوحيد اللي كومبيتيشنز ماستر في كاجل. دونك التيتل نتاعو كاجل كومبيتيشن ماستر وماشين ليرنينج انجينير في بوست اي اي. دونك مرحبا بك فراس. ياسين فرحان برشا اللي هو معكم في نوفو داتا، قاعده تعمل في خدمه طايره برشا. فرحان نشوف ستارت اب تونسيه قاعده تكبر بشويه بشويه من جونيس تونسيه في وقت كيف هناك، وقت العبد الكل تقول الدنيا صعيبه والايكونومي خايبه. شوفوا ستارت اب تونسيه جونيس بالرسمي جونيس عبد مازال تقرا قاعده تطلع بشويه بشويه. فوالا فرحان برشا معكم نحكيو شويه قاعده مزيانه كما قلنا، ان شاء الله كل شيء تعدى بيه. دونك فراس باش العباد يتعرفوا عليك ويعرفوك شنو هي الباركور نتاعك وهذا كل شيء، معناتها احكي لنا شنو هما لي زيتاب اللي تعديت بهم باش وصلت اللي وصلت له توا، وخلينا نعرفوك زيادة شويه اون ديتاي. باه يا سيدي، بديت قريت ليسي، قريت صفاقس، متربي عايش في صفاقس، من بعد عملت بريبا مدحت باك باك مات، عملت بريبا ام بي. حقيقة ما كنتش هكا اللي كنت نحب المات، نحب الانفورماتيك، دونك نجحت جبت رقم 178 ام بي، سبعة عادي مش طيارة، متوسط من المتوسطين الباهين. قعدت شاكك الحقيقة، معناها ما كنتش نخمم نعمل يعني انفورماتيك ولا انتيروس ارتيفيسيال ولا حاجة اللي انا تو نعمل فيها. كنت وقتها مغروم برشا جيني اندستريال في لينيت، كنت حاب عليه على الاخر كيفاش يعني ان بروفيل ما بين المانجمنت وما بين يعني النوفيل تكنولوجي والتكنيك هكا فيها مات وفيزيك ومانجمنت جيستيون كله طير. مي بون في الاخر عملت سيبكوم، قريت سيبكوم، عملت اوبسيون ريزو اللي كيف كيف بعيد على الشيء اللي نعرف فيه تو، ومن بعد عملت اوبسيون سيرفيس نوميريك بعيده زاد على الانتيليجونس ارتيفيسيال. خرجت السنه صيف 2020 ما فوالا. والبوتيتر الحاجة معناها في الباركور هكا معناها نحب على الاخر هكا تعبر عليها برشا، اللي انا بديت الكاجل عملت انا بروميير اني معناها شكو فوالا. الكاجل هو اللي خلاني نعمل انتيليجونس ارتيفيسيال، تعلمت الداتا ساينس بيه فوالا. هكا كيفاش وصلت معناها للنقطة اللي انا تو قاعد نخدم ماشين ليرنينغ انجينير، نخدم تو في شركة نرويجية ستارت اب تخدم على الاي اي كونفرساسيونيل لي تشات بوت كيما نقولوا له مرحبا بالتونسي ولا الكونفرسيشنال اي اي. نخدموا بالانتيليجونس ارتيفيسيال باش في الاخر يعني يصير تشات بوت يفهمك ويحكي معاك يحس بيك اكسترا فوالا. هاي برشا به في راس لنا برشا عباد توا يتبعوا ويحبوا يدخلوا للدومين هذايا ويحبوا اكثر. العباد ديما تلوج على الفورمير، كيفاش نعمل باش نولي في النيفو هذايا، كيفاش نعمل باش ندبر استاج لبرا، كيفاش نعمل باش نجم ندبر خدمه بار اكزومبل في شركه كبيره كيف من هذه اترافير الدومين هذايا. دونك باز معناتها تنجم تنصحهم بطبيعه كل واحد والباثواي نتاعو، مي تنجم تنسبيريهم والا
كيف تحكي معناتها على الاكسبيريونس نتاعك نجم تبدا فور اكزومبل بكاجل والا كيفاه معناتها القرايه واللوتو فورماسيون كيفاش عاوناتك باش توصل معناتها للنيفو هذا غير سوفون معناها انا بيدي كنت نسمع معناها كنت نسأله قبل سوفون هذا يجوني على يعني على الفيسبوك ساعات على لينكدين يسالوني السؤال هذا بار الحكاية مش سهله برشا ومش صعيبه لكن اي تونسي ولا اي واحد في العالم يجي يعملها مش انك يعني تلقى ستاج باهي ولا تجيزون خدمه باهي ولا كيما احنا نقولوا في تونس كيما يقولوا الوالدين تضمن مستقبلك ولا توصل احنا نقولوا كلمه توصل في تونس توصل ما ولا معناها تلقى خدمه باهي وتستلي روحك اكسيتيرا السوليوشن سهله علاش خاطر نقول لك اخدم خاطر احنا في تونس نعملوا برشا على القرايه ما نخدموش وحدنا ما نتعلموش وحدنا في الليل انا نكمل القرايه نمشي ريفوز دفاري نعادي دفاري نقعد ريفوز ناخذ في السيريات اكسيتيرا ولا نحفظ كوري نمشي نعادي دفاري بطبيعه كاني حافظ كوري باش نجيب 19 تجيب 20 تجيب 15 باش نجح ملولينين اكسيتيرا لو كذا مش كافي القرايه وحدها ما تكفيش صحيح احنا عندنا برشا ديزيكول عندنا ادارات قاعده تسعف في يعني كو سوا في ليزونيفرسيتي ليزيكول ولا لا لي فاكولتي قاعدين يعملوا فيه افور الوزاره كيف كيف مي الحقيقه مش كافي معناها مش خاطر احنا تونس ولا بوتيتر في بلاد اخرى ماذا مش كيفي في العالم كله معناها حتى كنت تقرا في هارفرد ولا الام اي تي ولا في امريكا اليوم احسن ديزيونيفرسيتي في العالم القرايه هذا مش كافي شنو لازمك تعمل حاجه تميزك على الاخرين خاطر كلكم باش تنجحوا تعبد الكل في تونس باش تنجح كو سوا عامل ميكانيك عامل ميدسين عامل كلكم باش تنجحوا كلنا باش نجحوا كيف كيف والشركات ولا الخدمه اللي انت باش تعملها ان شاء الله معنا دو شوا سواء باش تخدم في شركه معنا امبلوي شهر سواء باش تعمل بروجي وحدك ونقولوا احنا كيفاش تعمل باتين ده وحدك وتحل ولا نقولوا احنا تو استخدام لغتنا تعمل حتى مغازة ولا حموض تبيع فيه معناها تعمل عندك عمل حر القرايه ماهيش باش تعاونك في السؤال هنا ولا لهنا القرايه جوست باش تعاونك باللي انت عندك ديبلوم شنو عندك ديبلوم تجم تقيد تجم مثلا تصب البر في الاوراق لازمك فيزا كي تمشي تقيد لازمك تكون مقيد سي ان اس اس يطلبوا عليك ديبلوم ساعات في انا ما نعرف خدمه هيك القرايه لو القرايه باش ناخذ هيك الديبلوم الشهاده لكن هي اللي مش باش تخليك تتميز على غيرك خاطر كلكم عندكم شهاد وكلنا في تونس بناخذ الشهاده دونك لهنا لازم واحد يتعلم حوايج وحده يمشي بربس مثلا انا عملت انا كيفاش بديت نخدم يعني قاري شكو ريزو قريته معناها شهرين قريت روحي مش مرتاح فيه برشا دونك لازمني نشوف حاجه نحبها علاش نشوف حاجه نحبها اللي هي دي بوم هما برشا باش تجم تبدع فيها باش تقدم فيها خاطر مثلا نعطيكم اكزامبل انا مثلا نسيدي بنسيدك ما نحبش مثلا فينونس باغ اكزامبل فينونس ما يشمغلون به لكن كان جيت خليني 3 سنين نقرا في الفينونس ونخدم في الفينونس ولي فينونسي بي لكن لهنا الفرق قعدت 3 سنين باش وليت فينونسي بي غيري قعدت 6 شهور باش وصل للنيفو اللي انا وصلت لهنا قوه التقدم الفيتيس ما نعرفش في الامبروفمنت نتاعك كيفاش باش تتحسن روحك في الحاجه هيك الحاجه هذه باش توصل تعمل فيتيس فيها قوي تتعلم فيسا وباش تبدع فيسا لازم حاجه مغروم بها ولا دونك لازمكم تقراو بلاش هذا متجموش تعملوا برشا حوايج لكن حوايج اللي معناها باش تلقاو صعوبات اكثر باش تتعبوا اكثر من الانسان العادي الدبلوم مهم الا انك تختار حاجه تحبها مهمه برشا حتى كي تقرا في حاجه ما تحبهاش مثال اعملها واعمل حاجه اللي تحبها ايوا تعلمها وحدك والحوايج اكسترا سكولير اكسترا سكولير معناها تمشي للي كلوب نتورك تعرف صحاب جدد تشوف جماعة من اللي زي كل اخرين جماعة اكبر منك سيختو انا من الحوايج اللي عاونتني عندي برشا اصحاب اكبر مني 3 و4 سنين فوالا هذا من 3 حوايج اللي عاونوك باش تتقدم فيسع وتوصل للنيفو يميزك على بقيت العباد اللي تقرا معاك الموجودة زادة باش تتضح في نفس السوق سوق الشغل باش تخدم نفس الخدمة اللي انت تخدمها فوالا دونك باش pour résumer اللي كنت تحكي فيه في راس على السؤال اللي طرحه ياسين اللي هو كيفاش معناتها شنو من الحاجات اللي اهلوك باش فوالا توصل النيفو هذا وتخرج تخدم من برا وتدبر معناتها ان بون ترافايل برا معناتها قلت انا اللي لازم تكون تتميز افيك دي زاكتيفيتي تعملهم اون باراليل مع القرايه ماشي كل شيء اللي معناتها باش توصلك خاطر فيها الشهاده هذيك تخليك معناتها تو بوستول في تخدم وسينو لازم تكون مغروم بالحاجه
اللي تعمل فيها وعامل عليها جو وتحبها. وسينون فوالا لي زكتيفيتي اللي قلت تعملهم باراليل. ما عرفش كان خاطر تو خاطر حكينا قبل فراس نجمش تعطينا شويه اون ديتاي شنو هما لي زكتيفيتي اللي تعملهم اون باراليل ولا شنو هما لي كونتاكت ولا كيفاش معناتها النيتوركينغ نتاعك انت باش خليك تتميز على عباد الاخرين. ما خلينا نعرفوا الحكايه هذيا اون ديتاي. واه باه الحكايه هذه كيفاش بدات الاكسترا سكولير معناها بخلاف القرايه اللي نعرف فيها بدات من عام لي انا في الليسي. وانا كنت تشوف الخدمه مثلا انه الاكسترا سكولير سوا تعمل اعمال خيريه سوا تدخل في دي كلوب في عمر 16 15 سنه ما كنتش تشوفها حاجه طايره برشا انها حاجه تضيع وقت. واحد يروح يمشي يلعب بلاي ستيشن تو يقول له حل فيسبوك يا يوتيوب افلام سيريات حوالي زيدي باهي معناها لكن ما كنتش مغروم ما كنتش نستخيلهم مهمين للدرجه هذه انك تدخل في كلوب مثلا تاع اعمال خيريه. يقول القايل شبيش باش يعاون يعاون برشا تدخل في كلوب ما عرفش يعمل دي فورماسيون ماكش انت باش تحضر الفورماسيون انت باش تعاون باش تعمل الفورماسيون باش يجي غيرك يسمح لك مانيش باش نستفاد من الفورماسيون. يقول القايل كيفاش باش تستفاد لا تستفاد. بديت بيا الشيء من غادي انا في الليسي معناها الدوزيام اني سكوندير دخلت الكلوب في الليسي مشيت دخلت كلوب زاد البرة من الليسي هكاك عجبتني وعرفت عباد عمري 16 سنة ونعرف واحد عمره 22 سنة شبيك انت يا معلم يعاونك في برشا حوايج اكبر منك بخمس سنين يبدو يفسر لك معناها وقت شتعبت مثلا كي وصل الباك شنو هما لي بروبليم اللي جاوا وكنت ملي عمرك 16 سنة تعرف لو بروبليم اللي يجيو لجم البروبليمات اللي يجيو جماعة الباك دونك تونتيسيبي لو بروبليمات يقول لك ضعيف في المات دونك انت من الدوزيام اني لازمك ضعيف في المات. الحكايه اللي زاد عاونتني مثلا انا توكي دخلت للسبكو لقيت سوق الشغل سوق الشغل براتيكمون يطلب حاجه تميزك على غيرك بخلاف دبلومك وقلت لازمني نعمل حاجه ايوه. عملت برشا ديزاكتيفيتي الحقيقه اكسترا كولير ونخدم في لي كلوب برشا كو في الليسي ولا في البريبا. من بعد كي جيت للسبكو كان عندي الاكسبيريونس عندي ريزو بي مع برشا صحابي صحابي في فاس صحابي في تونس في سوسة دي زانجينيور مهندسين يخدموا فينانس يخدموا ماركتينغ دونك عندي ريزو بي نتوركينغ معناها اللي نحكي اللي تسمعوه برشا مهم على الاخر. قلت لازمني نعمل حاجه توا اوكي باهي في قرايتي عندي ريزو لازم تعمل حاجه اخرى لازمني نتميز فيها دونك قعدت نلوج برشا على الحاجه كيفاش تتميز. ولي بوك وقتها فما نصوم لي زانجينيور باج على الفيسبوك قعدت تهبط دكتور عماد رمضاني عماد رمضاني تحية لعماد رمضاني لا عماد رمضاني وقتها كان ديما يهبط على الباج نصوم لي زانجينيور يودي يركزوا على لي سيرتيف عملوا دي فورماسيون ايوغ عملوا دي شو قلت كان هذه حاجة اللي قصدني تراح لأنه أنا جيت نقرا في الزوم ما عجبتنيش بعدين نقرا حاجة أخرى. بزر وقت أنا نذكر جينيور أنتربريز كنت ممبر في جينيور أنتربريز سوبكو فما جوبز ايفينمون يتلمدوا لي جينيور نتاع تونس الكل في باش يعملوا كونفيرونس نهارين ولا ليلتين نسيت خاصي الوقت في الحمامات باش يجيبوا برشا شخصيات كيما نقولوا احنا ساكس ستوريز باش يموتيفيونا معناها راندوم اللي تصير الحكايه باغا تاغ بالزهر باش يجيك انت في فورماسيون بالزهر تمشي لا تجبد ورقه تجيك نوميرو سال تدخل تحضر فورماسيون هاكي. حضرت وقتها واحد في كندا نحكي كيفاش باش يقرا في كندا في الالفينات يحكي على الماركتينغ ديجيتال لازم فلوس وما عندوش فلوس وبوخذ قروض باش ينبعثوا لكندا وصرف فلوس وكل في كندا ومتغرب لازم فلوس دونك تعلم حاجه اللي انا ديما نقول لازم تتعلم حاجه تعلم ماركتينغ ديجيتال باش يدور الدولاب ويصور الفلوس من بعد ضربت معاه خطفت ولات عنده شركه كبيره ولا يصور في برشا فلوس. قلت الزحمة انا هذا مشى يقرا في انجينيوري ما عجبتوش تعلم ماركتينغ ديجيتال بعيد على قرايته يا راه واحد يعمل كيفه. مشيت نقرا في الماركتينغ ديجيتال قلت باش نولي عندي فلوس كيفو باش يولي عندي برشا فلوس. مشيت تعلم ماركتينغ ديجيتال دخلت للانترنت هذا هو سي عماد من وصلنا لزانجينيور قال لك اعمل دي سيرتيف هذا قال لي ماركتينغ ديجيتال تيان نعمل سيرتيف في الماركتينغ ديجيتال عندي ريزو من بعد نجيب صحابي نعمل بروجي ولي عندي برشا فلوس. مشيت تعلم في الماركتينغ ديجيتال ما قريت كورة عديت شافيت الاولى الثانية الثالثة الرابعة صرت ليكزامان فينال تيان جبت 20% في مشكلة عاود هو يعطيك في سيتواسيون تي تعمل رابور تبعث البي دي اف تابلودي 20% اخر عاود 20% 20% 20% عقدني جمعتين نخدم ونجي في 20% تعقد برسمي تعقد معناتها كتبتو بالورد بالاكسل باللي بيدي ديما نجيب 20% مشيت نحكي نرجع توا لهنا للريزو
شكون اكبر مني وقتها في البوليتكنيك؟ انا مست بريمير اني سي كومو باش يتخرج من البوليتكنيك غير يخدم في البي اف. قلت له مشكلتي، قلت له برجولي واحد تجمش تعاوني اش بيك تعمل ماركتينغ ديجيتال، تعمل حاجه استغل المات اللي قريته في البريبا برامج الانتيليجونس ارتيفيسيال ولا عمل حاجه في التليكوم. قلت له صح سيغيو تقول لي اعمل انتيليجونس ارتيفيسيال؟ قال لي وي. قلت له انا باك بلس 3، انا نقرا بلس 3 معناها بلس 2، كيفاش نعمل انتيليجونس ارتيفيسيال؟ تو تي انا جعلني نولي هكا باهي في دفوراتي باش نصنع بروغرامات معناها بالانتيليجونس ارتيفيسيال. قال لي راه سي بوسيبل انت معناها بريبا وباهي والقاري متعدي عليك برشا ما سي بوسيبل. قلت له الحقيقه ما نكذبش عليك والله الكلمه معناها تظهر قويه برشا، بس خايف معناها العباد لازم يكون دكتور عمره 40 50 سنه عنده 20 سنه اكسبيريونس باش يجم يعمل حوايج الانتيليجونس ارتيفيسيال. قال لي مو صحيح، انا عندي دي ديبلوم معناها دي سيرتيف برا، جرب في ادخل كورسيرا، حكي لي على كورسيرا وريني صحابه، حطني ان كونتاكت مع صحابه. انا نرجع للامبورطونس نتاع النيتورك نتاعك واللي هما كلهم معناها بيان بلاسي اللي كمل قرا وحطني معناها ان كونتاكت معاهم، فسروا لي قالوا لي سي بوسيبل ندخل اقرا. دخلت الكورسيرا تعلمت تك 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 ونبط على لينكدين، عرفوني على لينكدين، نبط على لينكدين وعندي سيرتيف وعندي سيرتيف. اي بون بعد كيما نقولوا وليت كي نمشي للكل يسالوني في راس شنيا هيك هيك كيفاش هيك كيفاش، حسيت روحي بديت نعمل ديفيرون، معناها بديت ان بو ديفيرون على جماعه اللي تقرا معايا. عندي البروفيل معناها نتاعهم في الريزو، لكن زادت لي حاجه اخرى اللي انا وليت نعرف لو بلوس هيك يعني اللي هي الانتيليجونس ارتيفيسيال. عندي دي سيرتيف اللي هي في ليبوك كنت حاجه طايره على الاخر، معناها كورسيرا ما كانوش يسمعوا بها العباد من 2017 2018. هلا بديت بالانتيليجونس ارتيفيسيال، ومن بعد بالظهر دخلت نقرا معناها على اليوتيوب نلقى كاجل. شنو هو الكاجل يعني؟ دخلت نلقى دي بروبليم كبار نتاع انتيليجونس ارتيفيسيال. لو بروبليم بلي احنا التلامذة كي نجيو نخدمو بروجي ما نلقاوش لي باز دوني اونتر بارونتيز في الانتيليجونس ارتيفيسيال، لازمك الداتا ديتا لي زانفورماسيون لي باز دو دوني تخدم لي بروغرام تاعك. الشركات احنا في تونس ما يعطيوناش ثقه، حتى كي باش تخدم ستاج ولا باش تخدم خدمه ما يعطيوكش الباز دوني تاع الكليون، دونك عندنا مشكله الباز دوني. هذا ما كلش نعرفه، هذا كل بتبربش نبربش على جوجل نشوف لي ديفيكولتي نتاع الدومين اللي انا نحب وين نحب نخدم فيه. دونك سوليسيون كاغل باغل بلاتفورم تعطيك دي كومبيتيسيون، انت باش تساهم مع الكوميونيتي مع برشا دي انجينيور يخدموا على البروبليم هكا. بالطبيعه الاولانيين ياخذوا فلوس، ما انا ما كنتش نخمم في الفلوس، نحب وقتها نخمم كيفاش نخدم حكايه. دخلت هكا بديت بشويه بشويه الحقيقه. حل الاوبجيكتيف نتاعي وقتها هذا افريل 2018، دونك الاوبجيكتيف نتاعي وقتها كان اني افريل 2020 اللي هو تعدى افريل 2020 ان يكون في هكا الوقت نشارك في اول كومبيتيشن. انا قلت باش نقعد عامين نحضر روحي لي نوصل للبارتي هيك. اي با افريل 2020 وليت كاغل ماستر، معناها لهنا تجي حاجه اخرى، نصيحه اخرى، ما تحقرش روحك. انا حقرت روحي وقت اللي بديت، تخيلت روحي لازمني عامين خدمه وحقرت روحي في مرحله اولى، حقرت روحي في مرحلة أولى خاطر قلت الانتيليجونس ارتيفيسيال لازم واحد دكتور و 24 سنة خبرة. حقرت روحي مرتين، من بعد ظهرت بلي أنا مخفص وحدي، ما لازمنيش نحقر روحي، بالعكس لازمك يعني حاجة هيكي معناها لازم تكون عندك ثقة في روحك، جرب كل شيء شوف كل شيء من بعد احكم على روحك. وهذا من الاكسبيرينس كول اللي عملتهم في مرحلة أولى في الليسي لي كلوب، زيد ريسبونسابيليتي تبدل شويه من بعد القرايه زيد مهمه، وال من بعد ليكسترا سكولير في السبكون كان طريقه اخرى ماهوش دي زاكتيفيتي و دي كلوب، كانت اني نخدم روحي من ناحيه تكنيك. هذا مليت معناها دي سيرتيف لي نيفو مي كوم اكسترا سكولير روحي اللي نقعد نقرا دي كومبيتيسيون اكسترا سكولير نقعد نخدم فيهم في الليل. كي كنت جونيور زاد في السوبر ماركت ساسكور ياخذ في الويكاند معنا ايفينمون، دونك هذا كل اكثر حاجه عملتني اكثر من القرايه، بورتو معناها بلوز موان تسمى قرايه معناها، لكن ما عملتنيش برشا القرايه، مانيش نقول ما تقراوش اقراو،
ديجا قريب ما كنتش نجم نوصل توا تكون باهي في الحوايج خاطر الباك عاوني عاونتني في برشا حوايج. مي كي انا قريتك هو ما كنتش نتطور بالطريقه هذه. فراس بربي باش نسالك في البوان هذايا خاطر فريمون حاجه حسيتها مهمه برشا ونحب نسمع كنت شنو باش تقول فيها. كي نسالك انا تو نقول لك 5 سنين التالي اسكو كنت تعرف روحك شنو هي باش توصل انت تو؟ هذايا حاجه و او ميم تون معناتها سي سيغ انت معناتها ديما نقول لك باش معناتها فوالا تعمل سكسي في حياتك وكل شيء يلفو بلانيفي لازم عندك ان بلان تتبعه وتعرف تكتك باش توصل الحاجه اللي لوبجيكتيف اللي حاجه توصل له. دونك كان نسال 5 سنين التالي اسكو كنت عارف روحك باش توصل اللي انت وصلت له تو؟ وكان باش تقول لي ليه كيفاش معناتها حكايه البلانيفيكاسيون فين تدخل في الخاطر فهمت شنو نقصد؟ واضح. 5 سنين التالي اكتوبر 2019 اكتوبر 2015 عملت بريبا لكن وقتها بديت نقرا بريمير اني بريبا نجح باك. كنت يعني مخي في كيما حكيت ساعة في الجينية اندستريال مكنتش نتخيل روحي هكا ولي زادا باش نبدا نحكي فيها النقطة هذيا اسمعني غيري بالك شي تعاون في تونس نجيب لك برشا شو اسمه برشا عباد تحكي توكس او تنمية بشرية بتاسكو فما عباد سكسس ستوريز 90% منهم كلهم يزون لانسي لك بروبر بروجي. ناخد باغ اكزومبل ياسين الحمداوي هو تو معانا ياسين عمره معناها مسألة صغيرة على الاخر عمل بروجي وشوية بشوية قاعد يكبر ويعمل في حوايج مش سهلة على الاخر. ياسين كي باش يمشي يقول انا عملت وعملت ولا حتى العبد باش تشوف ياسين باش تشوف ياسين ليكزومبل ايديال يمكن ما يعرفوش ياسين قداش تعب ما يعرفوش قداش ضحك لكن احنا من برا ديما نغزروا لل الانسان معناها السكس ستوريز نشوفوهم اغلبيه وين نشوفوهم نشوفوهم في العباد اللي دانسوا بروجياتهم. دونك انا في هاك العمر كنت نشوف الحكايات شنو نتخيل روحي بعد 5 سنين حاجه بخفيف اللي انا يعني بعد 5 سنين يكون عندي بروجي اللي من بعد في وسط الثانية معناها في وسط العموم تاع القراية اكتشفت باللي مش نظلم روحي. علاش نظلم روحي؟ ما كنتش انا 5 سنين ما كنتش مستعد باش نعمل التضحية هذي ما تستحقش تستحق برشا التضحية. دونك انا الحقيقة كي دخلت البريبا خاوم جاني اندستريال بروفيل تكنيك بروفيل مانجمنت عندي زوز شوية بزنس نقرا شوية تكنيك اكسيتيرا دونك هذوما زوز مع بعضهم يشبهوا يعملوا بروفيل طاير على الاخر لان نحب بروجي نولي سي او محلاها كي سي او زيد كي تخليها في فيسبوك ولا تخليها في لينكدين محلاها العز. دونك انا في هذا الوقت كنت نحب روحي هكا لكن بعد بشوية لقيت غرامي في حوايج اخرى. دونك انا في هذاك الوقت الاوبجيكتيف اللي كان عندي ما كانش خاطر غرامي ما كانش خاطر انا حاجه نحبها ولا ما نحبهاش كان خاطر العباد تاثر عليا كيف نفس الحكاية كانت الأوبجيكتيف نتاعي عملي أنا كنت برمير أنا في الليسي 2011 نولي طبيب ما عرفش الطبيب شي يعمل ما عرفش يقرأ ما عرف حد شي جست خاطر أمي وبوي يحبوني طبيب إن شاء الله تكبر تولي طبيب نمشي لعمي إن شاء الله تكبر تولي طبيب قد نجحت شي زين إن شاء الله تكبر تولي طبيب جدي طبيب خدمة نبيلة ما كنتش تعرف الطبيب شي يعمل ما عرفش أنا الشيمي ولا الواحد ولا قراية الميتين ما نعرفوش يقرأ بون تسألني شتحب تولي طبيب لا وطبيب نتاع صغار فراس فراس جست باش نكمل على الفكره نتاع عزيز ممكن خاطر فهمت شويه اش حب يقصد ولا وين حب يوصل. عزيز كي يسال على البلانيفيكاسيون نتاع 5 سنين يسال على الواي الواش يعني البلان اللي حطيته بار اكزومبل انت في حياتك الواش بون انت جاوبت هكا اوترومون يعني حبيت تعمل حاجه فما حوايج تنجم تاثر عليك يعني الراي نتاع العباد السكس ستوريز نتاع العباد كل واحد الحكاية نتاعو. مي نقصد هو يعني الخمسة سنين هذوما عملت بلانيفيكاسيون حسب بروفيل هذايا وإلا يعني أشاك فوا تبديتي وكل فهمت واضح نمشيت في سونس آخر أنا في الريبونس. مي الحقيقة كله يصب في بعض علاش خاطر أنا بديت بلانيفي في الثانية ديجا حكيتها ماشي في سونس هكا
مش الثنيه اللي حبيتها لكن الثنيه اللي كانت تظهر لي اداء مشيت فيها لك انه فيها مزور بديت نتعلم بديت نفهم بليك الثنيه مش باهي لحد لتو ما نتخيلش معناها كي تسالني 5 سنين قدام شو تخيل روحك ما نعرفش تعلم في الوقت اللي لازمك تعمل دي زوبجيكتيف اكو خير باغ اكزومبل تبدا بريمير نعمل لوبجيكتيف العام الجاي شنو تحب تتعلم شنو تحب توصل شنو لي بوان اللي تحب تفيري فيهم تتعلم العام الجاي تعمل دي زوبجيكتيف شنو تعمل دي زوبجيكتيف ا لونغ تيرم دي زوبجيكتيف ا لونغ تيرم يمكن ساعات تغمر روحك هيك دير نرجع ساعة تحقر روحك اوبجيكتيف العباد تعمل في 10 سنين تاخذ دير في العباد اللي كنت تجي تعمل فيها ما شاء الله عليك ربي عطاك حاجة ما عطاهاش العباد ممكن فوالا لي زوبجيكتيف نتاعي اللي بلاني فيهم بالاكور تيرم وي ياسين النقطة هذه ياسر باهية معناتها فراس وجوست معناتها نحب هكا نحكيو شوية نخرج شوية على اللاياي ونرجعو انه ننصح اي واحد والا اي انسان معناتها يحب يحسن حياته دونك يتسائل اسكو باش نبقى 5 سنين ولا 10 سنين باش نوصل للي نحب نوصله والا كيفاه ينجم يبدل السؤال ويقول كيفاش اللي نجم نعمله في 5 سنين نعمله في عام نعمله في 6 أشهر نعمله في عامين دونك اذا كان تسال السؤال هذايا وتساله سيريوزمون باش تلقى معناتها اجابه وباش تلقى بوتنسييل ياسر طاير انتو كالفورميل هذه نابليكي فيها واي واحد معناتها ننصحه يابليكي الفورميل هذه وباش تشوف معناتها حياتك باش تتبدل في لحظه ولا دونك كيما قال باش بور كونفيرمي اللي قالوا Firaz, c'est très important que nous des micros objectifs. Quand nous avons un objectif bir, le four, le col, nous avons des micros objectifs. Voilà, qui t'amène un petit succès, aura succès, aura succès. Et article fait Firaz que Khalik Najem, tu avances ou tous les projets behind Barcha Firaz. Nama Firaz, le point à dire, nous avons narf, mais شنو هي لو موتور اللي موتيفيك شنو هي الحاجه اللي فريمون تقومك في الصباح باش تقوم اوكي فوالا نحب نوصل للحكايه هذيا ونحب نعمل معناتها نعمل لوبجيكتيف هذا اللي حاجتي نعمل الموتيفاسيون الاولى او الموتيفاسيون اللي انا نحب نعاون في حاجه بيه ندارنا جورديو الموتيفاسيون الثانية الموتيفاسيون الثانية اللي هي موتيفاسيون عادية اطلع بكل فلوس الفكرة الاولى نحب نعمل بروجي عن العباد الفكرة الثانية فلوس دونك بروجي بشي تبيع انا نرجع ونقولو موصي ستارت اب انا نتخدم انجينير في ستارت اب تعمل شيء موتيفاسيون ثالثة بوفوار اش معناها بوفوار معناها العباد تحترمك معناتها فراس باش نلخص دونك بروفيلك معناتها بروبلم سولفر هكا سو اترافير كيفاه معناتها ستارت اب والا يعني في الاخر يعني اي ستارت ابور والا انتربرونور او في الاخر هو معناتها يحل في مشكل معين يعاون معناتها يحسن في حياه العباد يحاول يطور معناتها من روحه ومن الانفيرونمون نتاعو دونك هذا هو الكل دونك في نفس جوست باش نرجع معناتها حكيت تحب تعاون العباد دونك في راس في الباركور نتاعك نتصور فما من زوز عباد معناتها ينجموا يكونوا عاونوك على الاخر وكنت محظوظ والا الشوا نتاعك معناتها انك تغرب لهم كان ذكي على الاخر اللي هما محمد جديدي وعلاء الدين العيادي سو زوز معناتها برمي العباد ما شاء الله عليهم في الدومين هذايا ودي كومبيتون وبداو بريسك على بكري وقت اللي دومين ديجا مازال ماهوش معروف سو والشخص الثالث اللي هو ابي شيك اللي هو توا تخدم معاه في بوست دوت اي اي سو كان تحكي على 3 عباد هذوما الاكسبيريونس نتاعك معاهم وكيفاش معناتها عاونوك باش تمشي معناتها
بلو رابيد لي زوبجيكتيف نتاعك. صحيح هيك هما عاونوني باش نوصل اسرع. سرعوني معناها دي كاتاليزور ولا في كيما نقولوا كاتاليزور بالحق. هي الحكايه ضحك شويه الحكايه تو مثال بس الوقت تعلم انا كورسيرا دخلت كورسيرا تشوف الديكور وعملت ديكور ومن بعد سمعت بالكاكل كيما حكيت ساعه ما عرفش مخي اش قال لي دخلت كومبيتيسيون فون برشا معناها كي تدخل كومبيتيسيون تلقى برشا كي الكاكل تشوف تلقى برشا كومبيتيسيونات مخي قال لي ادخل لك واحدة فيها فلوس فيها 100,000 دولار اكثر فلوس معايا صعب على ما فهمت من عاد شيء بالطبيعة عندي ثلاثة جماعة فهمت شنيا الانتيجنس ارتيفيسيال فهمت شو معناها غير زود نوغون سامبل بكوش بركة داخل نتقاوى على بني الكومبيتيشن كما انا فهمت مانا حد شيء مشيت لجماعة تروازيام انا وقتها زدت بريمير انيشيف كوم مشيت لجماعة تروازيام رسمكم عاونوني وقتها هما بي اف واللي في تونس معناها نعرفهم في السيف كوم معناها هكا فما واحد قال لي برا شوف على الدين عيادي على الدين العيادي هذايا يقرا السيف كوم وقتها بي اف في ايطاليا الكونتاكت الوحيد اللي معاه وقتها نهار تورونتري سكولير ولا ثاني نهار في القراية معناها ثاني نهار في السيف كوم لعبوا في لوغارو ولا اكسيون فيغيتي نسيت هكا وقت انتيغراسيون تاع البريمير اني جدد حكيت انا وياه قعد ينصح فيا ويقول لي برا اقرا هكا واعمل هكا اكسيتيرا هكا لو سول كونتاكت معاه وقعدنا ميهم فيسبوك وما حكيناش من وقتها هي برا قلت نسال عيادي السلام عليكم وانا ما نعرفش عيادي كاجل اكسبرت في هكا الوقت راهو 2018 وقتها عيادي 2017 ديجا ما شاء الله وقتها كاجل اكسبرت ما نعرفش زيد هكاك الاكسبرت شو حنا الحقيقه هكا الوقت شي تاع السلام عيادي بلي عاوني في كومبيتيسيون هادي لقى لي فسر لي كيفاش نجم نعاود حل الكومبيتيسيون مسيك كان التفجع هو بالحق معناها كي حتى كان تعطي لي تو التفجع من الشيما نتاعها قال لي يا ودي ما تقواش على روحك بشويه بشويه تعلم وتوصل بشويه بشويه راه لكن ما تنجمش تعمل هذا وانت عندك ثلاثه جماعة قرايه تنبست قلت له حقرني واف ما عنده ألف حق معناها كان لك شي جو يطل لي بروبليم صعيب قلت له اوكي هيا انا بس الحكايه اللي ضحك انه بعد شهر ما عاد يدهور هاتي وقتها مي يجيني على الاثنين العادي على فيسبوك يقول لي بعث لي نلعبوا باش نلعبوا كومبيتيسيون اسمها داتا ساينس جيم الداتا ساينس جيم انا ما نعرفهاش ونستحقوك رابع دخلت داتا ساينس جيم كومبي اكبر كومبيتيسيون كيما نقولوا احنا لاي سي بي سي نتاع البروغراماسيون كيف كيف فات نتاع داتا ساينس عمرها 5 سنين تلم لي زونيفرسيتي اللي في العالم كل باش يوصلوا ما عرفش وقت عملتها لعبوا 150 ايكيب باش يوصلوا كون شي 20 والعيادي مع جديدي ومع صحابه وقت الفينال باش يصير في باريس وهي كاليفيكاسيون ليكيب لازمها باربع والفينال في باريس وهو عيادي وجديدي ما شاء الله عليهم مغرومين ويخدم وقتا بار تايم جوب مع انستا ديب ويخدم وقتا في البي اف مع انستا ديب ويخدموا بالبي اي على قاعدة معناها من ديجا انستا ديب من اول ستارت اب يبدا تخدم بالاي اي في تونس وكانوا متاكدين اللي باش يوصلوا للفينال دونك لازمنا التخوازيم تاعنا لازموا في فرنسا باش كي نطلعوا فينال ان شاء الله لفرنسا نلقاو واحد شكون نقعدوا ولازم يفهم شويه اي اي وانفورماتيك دونك هذا كيفاش الثالث تو بروبليم لازمنا الكاتريام الكاتريام هذا لازم عنده لسان يحكي شويه يبريزونتي ولازم يفهم ايه شكون 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 برا هيك فما واحد برمير انا اسمه فراس في السيب كوم ديما عمل كومنتيرات جروب فيسبوك ومنظر يحكي ويكتب بالبي حتى نكلمه قال له راه يحكي يخدم ايه ويتعلم وسالني على الكابل العادي اي برا نكلمه شين عادي قال لي برجو ليه باش تدخل معانا رانا نستحقوا رابع قول عليه طرح بلود ولا طرح رامي غيد اسمك جوست باش يقبلونا في الكومبيتيسيون ودي ما مانيش انا عندي شهر ونص نتعلم ولا شهر يا ودي قال لي الرابع قد بين خمو قال لي الديدلاين نص الليل يا شنو مطلوب اعطيني ال بطاقه تعريف نتاع اليونيفرسيتي بطاقه طالب عطيته بعث له دخلت معادي في دفوراتي بعد ثلاثة جماعة قال لي احنا كلاسي الرابعين في العالم شنو؟ كلاسي الرابعين ما خدمت حد شيء وقتها الحقيقة معنا ما عملت حد شيء جوست بعطاني هكا ديتاش صغار عملتهم وفي الشهر قال لي راهو فينا ليس شو طلعوا لباري جينا كلاسي 11 في العالم ما احكي لكش هبطت كيفاش داتا ساينس جيم في الفيسبوك هبطت قالت فما كيب تونسية وقتها اول مرة كيب من الافريق توصل للفينال عاد كثروا عليا لي زانفيتاسيون او لينكدين او فيسبوك او تليفونات ماني فاهم حتى شيء
ميرسي 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 ثانك يو دوك 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 شقاتنا هيا توا المشكلة احنا الأربعة وصلنا للفينال لو بروبليم سو كو الفينال ما عبيت كاس حق لازم الأربعة من الناس يخدموا اي اي انا ديبيتون انا دوك سي في راسي نجيبوه للانستا ديب نون كادريو وكا لي بوك وقت انا كلمت عمتي انا 2018 نحب نعمل ستاجي في سفيرس كلمت عمي مشيت للتليكوم باش نعمل ستاجي عطاني كيما نقولوا في سونتر فيل وانا بعيد على الدار 10 كيلومتر التدخلات التليفونات وعمي وحشومات شنو باش حطني في التليكوم اللي بحر الدار درجين على التقييم فرحت على الاخر مشيت وقتها للتليكوم سونترال نتاع سفيرس نص النهار ميرسي وصححت الاوراق وفرحان مدري شنو وعمي برسني معناها نهارين يعمل في التدخلات مشيت نعم في قاعة يجيني تليفون نمرو منعرفوش سلام جديد جديد شكون قال لي جديد يلعب معاك في ليكيب نتاع داتا ساينس جيم قلت نعرفو بالفيسبوك هاو اي تفضل قال لي عرفني باش تجي ستاجك فين ستادي قلت له مستحيل تطلع في السما وطابق عمي دبر لي في التليكوم اللي بحد الدار مستحيل تفديت صحيح قال لي راهي فرصة يا ودي باش نقريوك يا ودي باش نفورميوك في الفينال شنو في الاخر اقنعني الاول ما حبيتش الحقيقة شد صحيح فيه مشيتني فرصة ما كنتش نتخيل وقتها انستا ديب معناها يعني ستارت اب كبيرة في كالوقت تخدم في الليل ما كنتش نتخيل فرصة معناها يعني باهية مشيت للانستا ديب عملت ستاجي جديدي معناها قعدت يقري فيها كيفاش عرفت جديدي معناها من بعد اول مرة نقابله في انستا ديب قعدت يفسر لي الحقيقة معناها شكون يطلب غيرها الحقيقة جديدي معناها فسر لي برشا حوايج بعد جاء العايد يهبط من ايطاليا خدمنا من بعضنا تعلمت برشا 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 حوايج في شهر ونص وكانوا عطوني برشا ديكور برشا كنت بنقرا وكانوا متابعيني من بعد بديت نفهم معناها دخلت بالباهي في الكاكا وقتها كنت معناها في السي في كي معناها دخلت في حوايج سيريوز برشا في امور كاكا دي كومبيتيسيون من بعد مشينا لفرنسا لعبنا فينا تعرفت على برشا عباد رواسة فرنسيس دونك قعدت شوية اون كونتاكت معهم باللينكدين بار فيسبوك خدمنا دي بروجي مع الكاجل دي كومبيتيسيون مع بعضنا تعلمت من عندهم برشا حوايج خاطر كانوا سابقيني وعملت ريزو باهي على الاخر خاطر معناها لي زيكيب اللي لعبوا في الفينال هما دي زيكيب معناها فيناليست في العالم الكل معناها لي مومبر اللي فيهم طيار على الاخر دونك صار ريزو قوي برشا قعدنا ديجا في يوم واحد ولا كاجل جراند ماستر في 8 شهور الروسي في الي بوك وقتها كان عنده 2 ميداي كاو اكسبرت وعطاو ما شاء الله عنده فوق 20 ميداي و5 جولد كلاسي سادس في العالم اللي كان وقتها قدي راه اكبر مني بعامين دونك الريزو عامل برشا كي مشيت لغاد وجديد وعيادي قعدنا ديما اون كونتاكت قعدنا ديما نحكي لعبنا دي كومبيتيشن دخلنا الكاك لا هكذا فما تحب تكنولوجيا جديدة وقتها في تونس ما كانش برشا عباد تخدم اي دونك قعدنا هكا سيركل صغير نخدمو مع بعضنا تك 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 في سيركل 4-5 من الناس هكا كيفاش افونسينا وبعد في يوم من الايام كيفاش معناها تقول الشخصية الثالثة اللي هو ابي شيك دخلت كومبيتيشن تكلاسيت 40 ولا حاجة سانتاندر ديجا كبر كومبيتيشن في تاريخ كاجل فيها بريس 9 لي فيكي تكلاسيت فيها 40 ما زاد كومبيتيشن 5 ايام ولا 6 ايام بتاتر على فشتوف جيني مساج عن الدين سلام شفتك كلاسي من الاول ما عندك حتى ميداي لاعب في دو كومبيتيشن جاي برون فوق الالف كيفاش جيت من الاربعين لوليني اسكو عامل فازا سامبل ولا اسكو انت فو بروفيل اصلك جراند ماستر وعامل فو بروفيل داخل باسم واحد ما عنده حد شيء سيدي ذي ابي شيك اللي هو كان كلاسي في البريود هيك في ثالث في العالم وابي شيك في البريود هيك راجع كما نقولوا عنده عام ونص ملعبش كابل راجع جديد كان ليش ما نعرفوش لكن اللي جراند ماستر الاخرين كنت نعرفهم جاوبت وقلت له رايح كيه سامبل خمم فيها شوية وانت سمارت وطلعها بحر وبا قلت له ان شاء الله في لي كومبيتيسيون جايين نلعب وغدوة بالزهر دخلت بروفيله على الكاجل ماذا باللينكدين ونشوف شوف بروفيله متاع نلقى السيد جراند ماستر بلاسي ثالث والخامس ديسكسيون جراند ماستر غادي وماستر تام
رجعت دخلت البروفيل لينكدين لقى بالرسمي نفس السيد بعث ميساج قلت تفدك قلت لك لعبك مره جايه تفدك ولا تحكي بجد قال لي فما حتى بروبليم نلعبوا مع بعضنا ومعناها ما دمت كلاسيك من الاول معناها انت باهي قلت له بجد يا راح يا هو بدي سنجين لما مع بعضنا قال لي فهم ريقل كملت حكيت معه شوية فسرت له قلت له هنا نقرأ وكذا وحكيت له الحكاية متاعي ولينا هكا نحكيه شوية بعد بشهر يلعب في الكمبيتيشن وقع فيه كلاسي وقت دخل جديد يلعب فيها لكن كلاس مو متاعه خايب وانا كلاس مو متاعي 87 90 وقتها مشيت نحكي معه هنا قلت عندي دي لكن لازمني جرافيك كارت جرافيك باهي سلام ابيش هيك ذكرني انا السعيد اللي قال لي نذكرك بايشي كيفاش قلت له برجو ليه عندي دي طياره نورمال مود دخلني في الخمسين لولانين واللي نيكو سيلفر لكن ما عنديش جرافيك برجو ليه انت جراند ماستر وظاهر فيك عندك كيما نقولوا دي كارت جرافيك ولا ما نعرفش عندك تيخو من دبليو في اس باز معناها قلت له ندخل معك نعطيك لي دي وانت بالماتريال نتاعك نترينيو عليها قال لي باهي قال لي لكن علاش ندخل بالماتريال قال لي نخدموا مع بعضنا واكسيتيرا وقتها بديت اول مره نلعب معه قاعده نخدموا باهي فسر لي برشا اغلاط كنت نعملهم في الكود علمني كيفاش نخدم كود باهي علمني ديزاستوس دخلنا في برشا دي ديتاي اون تكنيك علمني كيفاش نخدم بال معناها كونيكتي على دي سيرفور كيفاش نربط يعني دي كونتينور مع بعضهم برشا دي زوتي نتاع خدمه ما يعاون خدمه كيما نقولوا يسهل برشا الخدمه وعلمني كيفاش نفاين تيوني دي موديل كيفاش نستاكي دي موديل كيفاش الخدمه بلينكس تصير على قاعده واخا كيفاش تعلمت برشا حوايج ربحنا برشا ربحنا يجيش اربع كومبيتيسيونات في نفس الصيف كيفاش وليت اكسبرت وهكا وبديت نفهم الكاجل بالباهي فهمتو بربي شيك معناها كنا نخدمو سوفون مع بعضنا ياسر ياسر ووقتها جديدي ولا جديدي في نفس الوقت ولا يخدم في الزندي اللي هي بلاتفورم تاع داتا ساينس كومبيتيتيف على الزندي دونك هو شاف الزندي وانا في كاجل عادي وقتها يخدم مركز ياسر يعني على الخدمة نتاعو دونك قعدنا نعاونو في بعضنا شو معنى نعاونو في بعضنا نعمل في ليشونج انا تعلمت هذي انا كذا فما لوتي هذي فما لوتي هذي فما زادا صبنو مروان صفر هذا هي تي سي بي سي تشامبيون نتاع تونس نتاع في البروبلم سولفينغ كيف كيف ولا يعمل داتا ساينس و انتيليجونس ارتيفيسيال دونك قعدنا السيركل هكا نخدمو نيشونجيو مع بعضنا نتعلمو مع بعضنا نقدمو مع بعضنا وهذي اكثر حاجة تعاون اللي هي الخدمة في الكوميونيتي معناها كي تحب تتعلم حاجة تفونسي فيها وي باش نسالك في خاطر اللي كنت تحكي فيه فريمون سي تري امبورتون فما حاجة لاحظتها اللي انت ديما تحط روحك البرة من زون دو كونفور نتاعك وتعيش روحك ديما في حاجات فوالا كيما نقولوا مجهولين و تو تلونس وبعديك فوالا تتصرف دونك سي سور باش تلقى روحك مع تتواجه في برشا تشالنجز و بوكو دو كيما نقولوا دي بروبليم يلزمك معناتها تحلهم وتخرج منهم سو كي مانتيريس في الحكاية هذيا نحب نعرفك انت كفراس كيفاش كيما نقولوا هاو دو يو بروسيس بروبلمز معناتها كي تتحط انت في مشكلة كيفاش تخرج منها شنو هي الحاجات اللي تعملهم ولا مخك شنو يقول لك اعمل هكا وهكا وهكا باش تخرج منها المشكلة هذيك فهمت السؤال المشكلة فيش في الحياة ولا في القراية ولا في الخدمة ولا أعطيني بصفة عامة مساج في الحياة في الحياة تجيني مشكلة أول حاجة جوجل شوف الاكسبيرينس لعبت اللي قبلك سهلة برشا يعني تصير لك مشكلة أنت باش تقعد تكسر في راسك جمعة جمعتين شهر عام عامين باش تحلها مبالكش فما واحد جاتو نفس المشكلة وعاش على عام 2000 ولا عام 90 ولا عام 500 قبل الميلاد وحلها دونك شوف العباد اللي عندهم نفس مشكلتك قبل تمشي هي تلاوي جاش عملوا فما نصايح لجماعة العمر ونصايح هيك تبني هذي ادا بريمورديال في اي حاجة جديدة باش اعملها اي بلاصة نمشي ما نعرفش انا البلاصة متعرفاش تسأل العباد عرفش باري زومبل هاك المرة مشيت للجزائر بس مشي واحد تونسي مشى للجزائر يفهمونا كي نحكي تونسي يفهمونا يحلبوا علينا يحبوا مقصونا في الفلوس كي لقاونا توريستا فهم دونك تمشي تعرف كل شيء الريستورانات رخيصة ولا غالية التاكسي يقلبني ولا ما يقلبنيش دونك تسأل البروبليماتيك حتى كي هي ماهيش بروبليم ما تشوفوش تمشي مغامرة جديدة حاجة جديدة كوا لازمك ديما تسأل دونك تبدا بالجوجل من بعد كي نلقى واحد عنده نفس تونسي ولا سيميلير ولا قرا معايا ولا وضعيته تشبهني نزيد نسأله ولا هيك كيفاش من بعد تبدا بشوية بشوية تعمل بالإتاب بالإتاب وتشوف كيفاش تجم تحل المشكلة نتاعك تتأقلم في حاجة جديدة اكسيتيرا ولا داكور
راني ياك فهمتك جاوبت على السؤال. اي سافا سافا نورمالمون سافا. عزيز فراس جوست عرفتك اللي بون الوقت برشا برشا. اي فوالا سو ايش رايكم معناتها نعملوا كلوتور ولا حكايه يعني داكا. هي راه كان نبقاو تو نبقاو للصباح فهمتني مي لازمنا عرفت داكا باهي خلينا نكملوا هكا. تحب تعمل انت كلوتور ولا كيفاه؟ نسالك فراس شنو هي الحاجه كيما نقولوا جينيرالمون تحب تلخص بها وتحب ما عرفتش تنصح بها العباد ولا فوالا خليك الكلمه ليك انت الاخر. النصيحة اللي معناها نقولها للجناس ديما تعلم نقعد ديما تعلم خاطر احنا تو على الوقت على الوقت في سوا بروجيات قراية تخدم شنو على الوقت خاطر بوتيتر نوعا نجمو نتعلمو سوبر مخنا مزاج نتعلم بعد قبل ما يمشي العمر تولي أصعب باش تتعلم لي ريسبونسابيليتي أكثر ويمكن بعد الإنسان يولي عنده يعرس وعنده مسؤولية عائلة وصغار إكسيتيرا دونك يولي ما عادش عنده الوقت تو سواء تو ليسي ولا يونيفرسيتي 99.99% ليبر عندهم الوقت دونك تستغلوا الحوايج هيك يتعلموا. النصيحة الأخرى كي تحس روحك هكا سافا سلكتها وليت تفهم في الحاجة اللي تعملها حاول اخرج. علاش نقولك حاول اخرج؟ هذا يختم فون باش تستحلاها. علاش باش تستحلاها؟ نقولها هذه سيرتو لمرحلة انك من بعد كي تتخرج تولي تخدم تولي ياك تيان تخدم تصور في الفلوس الشهر الاول الشهرين بتجيك صعيبة باش تفهم الخدمة وكذا بعد سي بون فهمت الخدمة هي حاجة يعطي فيها تنجم تخدمها روتين كل شيء ساهل تروح على الفلوس تتصب لك شغل باهي فرحان في حياتك شنو وقتها سي بون دخلت في مرحلة الخطر. فعلا دخلت في مرحلة الخطر مخك سي بون باش يبدا يتحجر ويتجمد دونك تقعدش في الكومفورت زون ديجا متخيل تشوفها برشا معناها يقولك كي تحس روحك في الكومفورت زون اخرج منها بالحق قلت لك تخرج خاطر سنين باش تتحجر باش تولي تمثال منحوت ولا ما عرفش عليه باش تولي ما عرفش تتحرك بعد كي تحب تتحرك باش تجيك صعيبة برشا دونك انت دوب ما تحس روحك سي بون سلكتها اخرج. مثلا انا في ان سارتان بوان لي كومبيتيسيون في الكاغ لقيت روحي سافا ياسر في الان ال بي ما عادش نلعب ان ال بي باش يجيبوا لي دي ميداي باش نطلع في سكور اكسيتيرا و هو كي باش نعدي شهرين نلعب في كومبيتيسيون ما عادش نلعب ان ال بي سي بون تعلمت منهم برا نمشي حاجه ما نعرفهاش تو فما رينفورسمنت ليرنينغ باغ اكزومبل لازم نتعلم نشوف هذا التكنولوجي تقدم كيف كيف تو قاعد نخدم باش نستانس بالخدمه دونك لازمني نتعدى نشوف دي كونفيرونس نمشي نتعرف على العباد نسافر لبلايص اخرين شركات ندخل في كونتاكت معاهم معناها نشوف العلم كيفاش قاعد يتعلم مش نقعد نتعلم نقعد نخدم في نفس الشركه ناخذ في الفلوس ونستحليها نضرب في فلوس في خدمه سهله سي بون لازم واحد يخرج من الكونفورت زون هذه اهم نصيحه للشباب شباب واضح ياسين سينو عندك انت حاجه تحب تقولها سينو في نعمل الكلوتشر باهي يعطيك الصحه فراس بابا كنت حاضر معنا اليوم بالحق معناتها اكسبيريونس ياسر تحفونا وياسر مزيانه نتصور انه برشا عباد معناتها تكون ان بون اكزامبل باش يتبعوك وتكون معناتها سورس دانسبيراسيون ليهم وفي الكاريير نتاعهم. مرسي زاد عزيز اللي كنت حاضر معنا ديما دونك هذه الابيزود الثانيه نشوفوكم المره الجايه باي.